بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه الطبخ مؤمن الوليد. وصفتنا اليوم تكون عباره على بروات، يعني تجيب بالشعريه الصينيه والجزر، تجي رائعه جدا اخواتي. ان شاء الله تجربوا من اللي يعجبكم. يعجبكم ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش تشوفوا جديد الوصفات. كنتمنى لكم فرصه ممتعه. بالنسبه لهذه الحشوه هذه غنحتاجوا لها على بركه الله واحد 150 غرام ديال الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه كيف ما كتلاحظوا خديناها ونقعناها في الماء. الشعريه الصينيه هي شعريه تاع الروز، الاخوات اللي كيتسائلوا يعني في التعليقات. فتناخذوها تنخويو عليها ماء مغلي لمده 5 دقائق وتنخليوها يعني حتى وكان كتقطر واحد 5 دقائق. من بعد كنقطروها وتنقطعوها كيف ما لاحظتم قطعوها رقيق. غادي نحتاجوا لواحد الحبه كبيره ديال البصله، حبه كبيره ديال البصله مشلضه. نحتاجو جوج حبات ديال الجزر محكوكين بالطول. نحتاجو ربعات القطع ديال الفرماج مثلت. نحتاجو ربعات الحبات ديال البيض. نحتاجو الملحه بطبيعه الحال والابزار. غنحتاجو هاد صوص تاباسكو ولا الصلصه الحاره اللي يمكن لكم تعوضوها بالهريسه. نحتاجو معلقه كبيره حتى لجوج ديال الزبده. وعندنا المعدنوس مقطع رقيق. يعني هذو هما المكونات ديالنا. كتلاحظوا ان ما كاين لا كفته لا دجاج لا حتى شي حاجه، يكفي فقط البيض. يعني غنديروا فقط البروتين هو البيض. هذو هما اللي هذو هما المكونات اللي عندنا. غادي ندوزو على بركه الله الطريقه. هنا بطبيعه الحال اخواتي كناخذوا مقله كنوضعوا فيها كنز الكميه ديال الزبده اللي عندنا، وغادي نحاولوا نشحروا فيها البصله. من بعد ما شحرنا البصله يعني مزيان حتى وكان طاحت مع ديك الزبده اللي عندنا، فغادي نحاولوا على بركه الله نضيفوا الجزر. كنا جوج حبات ديال الجزر محكوكين بالطول. نحاولوا حتى هما نشحروهم مزيان، نخلطوا هاد الخليط هذا حتى كان يطيح الجزر ديالنا يطيح. هنا من بعد ما شحرنا البصله وضفنا ليها الجزر، غادي نضيف على بركه الله الشعريه ديال الميسيل. نحاول نخلطها مزيان باش تشرب لينا حتى هي المكونات اللي شحرنا من قبل. هنا غادي نحاول نتبلو بشوية ديال الملح والابزار. غادي نضيف هاديك شوية ديال الحار بطبيعة الحال. قلنا الحار بطبيعة الحال تيبقى على حساب الاختيار ديالكم، يعني تيجي لذيذ متيجيش باين كاع. غادي نحاول نطيب البيض اللي عندي بطبيعة الحال. البيض هانتوما لاحظوا معايا اخواتي الطريقة باش غادي نضيفو البيض. هنا كنحاولو ناخدو ديك ربعة حبات ديال البيض اللي عندنا، نضيفو ليهم شوية ديال الملح والابزار وكذلك المعدنوس، وغادي نحاول نخوي بهاد الطريقة هادي. نضيف الجبن، قطع ديال الجبن ونحرك بسرعة، يعني هاد العملية كتبغي شوية ديال الخفة. نحاولو نخلطو بهاد الطريقة هادي. كتبان لكم شويه الحشوه غريبه ولكن راه كتجي رائعه جدا، تجي لذيذه بزاف. ان شاء الله تسربوها وتنال اعجابكم. نحاولوا نعصو الفرماج الجبن اللي عندنا تاع الدهن. بطبيعة الحال اخواتي بحال ديما تناخدو الورقه ديالنا تندهنوها بالزيت، لان هاد البريوات ولا اي حاجه مالحه يعني تتجي يعني ملي تندهنو الورقة بالزيت كتجينا مقرمشة على الزبدة. نحاولو نضعو كمية من الحشو. أنا ندير شوية زدت شوية الحشو لأن بغيتهم يجوني شوية كبار. بطبيعة الحال تنتنيو بهذا الشكل هذا، نجيبو وحدة على وحدة، تنجيبو هذا هنايا، تنبداو ديما بهذا الصبع هذا. لاحظوا معايا أخواتي بهذا الصبع هذا الجوج تنحاول فيني البريوه ديالي. ها كنقول ديما هاد البريوات هادو هاد الحشوه هادي ما كتقلاش، هاد الحشوه هادي خاصها طيب في الفران يعني ما مقليوهاش. انا غادي نكمل اخواتي كيف ما غادي تلاحظوا معايا الطريقه ديال التعمار ديال البريوات ديالنا، وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش ندهنو وندخلو الفران. هنا بطبيعة الحال اخواتي تندهنو البريوات ديالنا بشويه ديال الزيت، تندخلوهم للفران بطبيعة الحال يكون مسخن على 200 درجة، تندخلوهم سو كان يطيبو لنا نخرجوهم ونقدموهم بالصحة والراحة. البريوات ديالنا اخواتي كما كتلاحظو معايا من بعد ما طيبناهم، فأنا خرجتهم درت لهم شوية ديال الجبن وكذلك واحد شوية ديال السيبوليت يعني مجففة ولا ثوم القصري مجفف،
وعاود درتهم واحد غير شويه طابو دقيقه يعني داب الفرماج وخرجتهم. كنتمنى اخواتي تجربوا الحشوه لانها كتجي جديده ولذيذه بزاف. ان شاء الله تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه باش تشوفوا جديد الوصفات. الى حلقه قادمه بحول الله.